اهلا بيكم، انا محمد صلاح وانتم تشوفوا قناه الاثنين. ابراهيم ابن ادهم هو ملك من الملوك، شخص ثري جدا، لديه ممتلكات، اراضي، مزارع، كل شيء، قصور، لكن دايما وابدا حاسس ان في شيء مش مكتمل عنده، في شيء غايب، وكأن الانسان بدون الانس بالله او الطمأنينة وحب الله والقرب من الله في القلب، مش في الطقوس والشعائر الظاهرية في القلب، لن يصل إلى الراحة أو السلام النفسي. فكل ما دون أنسك بالله ناقص، وكل ما هو خالي من الألفة مع الله والونس مع الله هو شيء ناقص، لن يكتمل إلا بمعرفة الله المعرفة الحقيقية. فكان دايما ينزل ما بين الناس ويروح ويجوا، حاسس برضو ان في شيء مش تمام. يعني اي انسان في الدنيا، خلاص انت عندك كل حاجه، انت عايز تاني، انت مش ناقصك حاجه، زي ما احنا بنقول كده بالبلدي كده، انت مش ناقصك حاجه، عندك كل شيء. لكن ابراهيم ابن ادهم جواه فراغ كبير جدا، لا الملك عارف يملاه، ولا الغنى، ولا الثراء، ولا الحريم، ولا الممتلكات، ولا اللي هو شايفه، في شيء. لحد ما في يوم نايم على السرير، ويقال ان هو حلم او ان هو سمع صوت في خيل بيجري فوق سطح القصر بتاعه، وفي ناس بتجري وراه. فهو انتهش جدا، خيل فوق القصر ما بتحصلش، يعني يطلع ازاي؟ ومين اللي هيطلع ومين اللي هيطلع؟ لحد ما هو على الحاله دي، وفي حاله الذهول اللي هو فيها، طب والحرس فين؟ والناس اللي مأمنه والناس اللي واقفه؟ مفيش حد. فلقى واحد نازل وبيسأله، بيقول له انت ما شفتش الفرس بتاعي اللي فوق؟ قال له انت مجنون. ابراهيم ابن ادهم بيقول للشخص ده انت مجنون، في حد بيدور على الفرس بتاعه فوق القصر؟ قال له انا برضو اللي مجنون، هو في حد بيدور على ربنا في ظل العيشه اللي انت عايشها دي؟ وهنا ذهل ابراهيم ابن ادهم، او كانه اتصدم، كانه فاق. حرير وجواري وملك وعظمه وبتدور على ربنا، فطبعا ده مش ممكن يعني الموضوع بالنسبه له. فساب كل ده، ابراهيم ابن ادم ترك كل ده وساب الحياه وساب الدنيا وساب الرفاهيه، ومحدش عارف هو راح فين، واصبح ابراهيم درويش من الدرويش اللي بيلفوا في العالم كله عشان خاطر يصل الى الحقيقه، لحد لما اصبح تابعي جليل عظيم. ابراهيم ابن ادهم حكم وفكر وحياه غير الحياه اللي قبل كده تماما. السؤال اللي البعض بيسأله، هل مش ممكن أكون عابد وتقي وأنا مثلا غني، أو أنا في مرحلة ميسورة؟ أو طبعا محدش قال كده، لكن أنهي مرحلة بالظبط أنت هتكون فيها هي ده تفرق. زي ما معروف أن الجنة درجات، كذلك الأمر القرب من الله درجات، زي ما كانوا الصحابة وزي ما كان حتى الأنبياء نفسهم درجات في القرب من الله أو معرفة الله أو حب الله أو حب ربنا ليهم، كذلك الأمر أنت بالنسبة لك داخلك أنت عايز تكون في أنهي درجة. فمن هذا الأساس بتكون. يعني واحد زي ابراهيم مثلا مش ما كانش ممكن يشعر بانسان غلبان او مسكين او صاحب حاجه او صاحب دين او فقير او مسكين عشان خاطر هو في الحاله اللي هو فيها صعب. فكان لازم ينزل الحياه اللي تحت عشان خاطر يشعر بالناس اللي هم هنا، وعشان خاطر يشعر بقرب ربنا. وكل ما الانسان اصبح عنده حاله شبع وحاله تخمه، صعب قوي قوي ان هو يدرك قرب ربنا وونس ربنا واحتياجه لربنا. انا مش محتاج، يعني انا مش محتاج، لكن كل ما قلت احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب ومظهر، كل ما قلت احتياجاتك الدنيوية، كل ما زاد احتياجك إلى الله، كل ما زاد شوقك ولهفتك إنك فعلا إزاي تقوم تقف بين إيدين ربنا، حتى وإنت قاعد بدون صلاة، بدون قراءة قرآن، بدون حج، بدون عمرة، بدون، وإزاي تأنس بالله لمدة ساعات وإنت قاعد بس بتفكر في الله، تأنس بالله. الناس كلها متجمعة مع بعضها في جماعات وفي مجموعات واصدقاء وسهر ويوتيوب او نت او فيس او، وانت مش فارق معاك. انا عندي انس بالله، انا عمري ما كنت لوحدي، صحيح انا لوحدي بس مش وحيد، ربنا جالس معايا، ربنا قاعد معايا، ربنا ميونسني، انا عندي عزوم عند الله او مع الله، او ربنا جاي لي او انا رايح له. فهي دايما هو ده حالك معايا، فمش هتشعر ابدا ان انت ناقصك حاجه او باحتياجك للاخرين. حتى لو حصلت مشاكل، حتى لو حصلت ازمات، حتى لو حصلت ظروف، هيفضل دايما يقينك ان ربنا موجود معاك.
مش بس موضوع ان انت تشعر وكأن انا ليا حد، لا الموضوع مش كده، موضوع احساسك بان انت فعلا مالك الدنيا بما فيها في ظل الظروف اللي انت فيها، حالة الفقر او الاحتياج او حالة الدين او ايا كان، دايما حاسس ان قلبك مليان، فانت حاسس بثقة، حاسس بأمان، حاسس بأنس. الأنس بالله شيء لا يمكن يأتي إلا بعد طريق تمشيه وانت مدرك لذلك، ان انا عارف ان انا عايز كده، وعارف ان انا هدفع ثمن، وعارف ان انا هستغنى عن حاجات واتخلى عن حاجات لحد لما اوصل للمرحله اللي وصلها ابراهيم ابن ادهم اللي اتخلى عن شيء صعب جدا عن نفسه اللي هي تستغنى عنه. السلام عليكم.